تانية. وعايز اقول لك على حاجه، احنا في شهر كام؟ فبراير. قبل نهايه السنه دي هيكون في جزء من التصفيه الكبيره في الاتحاد الافريقي. قبل الانتخابات؟ قبلها طبعا. يعني مش هيكون نتاج الانتخابات؟ لا، هيكون كل الامور واضحه قبل الانتخابات. هتظهر اوراق ومستندات وامور في الفتره الجايه، هتبقى فيها ناس معينه باينه وفي اخطاء كبيره قوي، وفي ناس معينه هتلاقيها هي بتنسحب بنفسها. طيب عدم التجديد لفاطمه سمور هو اللي هيفتح كل هذه الملفات؟ ده جزء منها. كبير ولا صغير؟ لا ده جزء صغير. الجزء الاكبر بقى، لان ال 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 عارف انت التعبان لما بيغير جلده؟ الاتحاد الافريقي غير لونه لكن ما غيرش جلده. في الانتخابات المقبله قبلها هيغير جلده. انا اللي بخاف عليه بس. طبقا لرؤيه انفانتينو؟ ما هو خد بالك انفانتينو برضو مش الشيخ انفانتينو. انا بطرح سؤال. لا ما انا برد عليك. ليه؟ لان انت شفت حاجات كتير قدامك تمتلك تغيرها وما غيرتهاش. وانا عايز اقول لك ان في ناس جوه الاتحاد الافريقي اقوى من احمد احمد. بالذات كانت في قصه لجنه الحكام. مظبوط. ورئيس اتحاد الجمهوريه. سواء في المكتب التنفيذي او النواب. ففي حاجات واحده واحده علشان يقدروا يسيطروا على الكاف عشان الموضوع كبير. اللي بيزعلني هنا يا محمد ان انت في وسط كل ده ليك حد فعال انت عايز تقلل منه لمصالح او لاخرى. في ناس عايزه تخش انتخابات هنا محليه فعايزه تبص في الراجل. في ناس طب مين تاني؟ خلاص يا سيدي انتوا مضايقكم المهندس انا برضه بنجيبه على جنب. مين تاني هيشتغل لك في المنطقه دي؟ مين بيلعب في الملعب ده؟ مين؟ هل هو قديم في اي حاجه قبل كده؟ واضح واضح. ففي حاجات كده بتبقى باينه. لكن انا اللي بيزعلني وانا ما بحبش اخش طرف في الحاجات دي. بس لازم واضحين في الحاجات دي. اللي بيزعلني في الحاجات دي ان بتلاقي الناس، في ناس مبسوطه وفي ناس عايزه تعلي حاجات، وفي ناس زي ما قلنا في اول حلقه انت بتبقى عارف ان ده غلط وبتفضل تعلي فيه. طب ليه؟ فواضح جدا ان الامور في الفتره الجايه هتشوف حاجات كتير جدا، وهتشوف امور كتير جدا، وزي ما قلت لك قبل نهايه السنه هتبقى في مفاجآت كتيره جدا في الاتحاد الافريقي. وانا دايما براهن على الوقت. انت قلت على ده مش كويس وقلت على ده كويس، ماشي. شوف الوقت هيوديك فين. عيسى حياته كلنا كنا بنبصم بالعشره ان في حاجه مش مظبوطه، صح؟ مظبوط. بلاتر نفس الكلام. ده بلاتر الراجل عمل تصويت كاس عالم 2018 و2022 في جلسه واحده في تاريخ في تاريخ العالم ما حصلتش انك تصوت على اثنين كاس عالم في جلسه واحده. عيسى حياته بقى يوديك هنا ويوديك هنا وبطولات هنا وامور كبيره جدا وبث تلفزيوني ولاجاردير وشغل كتير جدا جدا، كله كشف وبان. فدلوقتي بقى معيار الكشف عن الفضايح والاسرار اسهل بكتير، لان معركه الكاف لم تنتهي. لم تنتهي وعلى الجميع الانتظار الى حين انت حتى يعني اعلان التقارير المتعلقه بالبي دبليو سي المتعلقه اللي هو المكتب اللي عمل هذه التقارير ورفعها للجان المختصه في الاتحاد الدولي. فما يعني المفروض الناس ما تستعجلش وما تبنيش اراء وما تتهمش غير لما تشوف النهايه. لا وماله انت في اتهام بيحصل، روح للمصدر، روح لهنا، اعرف مين بيتهم مين ولصالح مين. هي واضحه، اعرف مين بيتهم مين ولصالح مين. لكن تمام. بصراحه كلام مضحك. طيب هل عشان نختم الملف الافريقي، هل كل هذه الملفات او كل هذه الموضوعات لها تاثير سلبي على القرارات القادمه بالنسبه للبطولات الافريقيه للانديه؟ انت عندك بطوله بتقفل. فانت الاتحاد الافريقي هيحاول على قدر المستطاع انه يقلل نفوذه السيء فيها. تمام، لانه مشغولين بحاجات تانية، لانه عندهم معركه. بالظبط كده. وفي نفس الوقت لو حصل حاجه في المناطق دي هتأثر على المعركة في ظل رقابة انفانتينو والاتحاد الدولي على المشهد الافريقي. ده خد بينهم ملف الحكام خلاص، يعني من شهر مارس اللي جاي معايا 20 حكم من الصفة في افريقيا، عقود مع الاتحاد الدولي موظفين لدى الفيفا بمحاضرات ومعسكرات وصرف وبدلات وكل حاجة من الاتحاد الدولي. واتمنى ان تكون دي نهاية عصر تحكيمي فاسد في الاتحاد الافريقي، اتمنى. بإذن الله. يعني لكنها خطوة كبيرة انتظرناها من سنين طويلة. أنا لما سمعت انفانتينو في الندوة البنية التحتية في الكاف في المغرب قبل المكتب التنفيذي لما قال لهم الاتحاد الدولي سأم من قصرة شكاوى الأندية، طبعا تذكرت وقتها على طول شكوى الأهل لجنة القيم في الاتحاد الدولي. طبعا أصل الناس بتعدي شوية حاجات، يعني يقول لك إيه هو أنا أشتكي لجنة القيم في الاتحاد الدولي ليه؟ بالظبط. رئيس الاتحاد الدولي أهو طلع قال لك سئمنا من شكوى الأندية في الاتحاد الدولي بسبب الأخطاء التحكيمية. ولكنه مدان مدان لأنه بيشوف بعينيه وبيتابع ولا يستطيع ان يحرك ساكنا في تغيير ظلم او مشكله او ازمه. ولازم برضه ارجع لك لقصه الترجي الاخير، معلش يعني
وقبلها خلي بالك ما هو النادي الاهلي لما راح لعب ما كانش فيه فار حقيقي. وقلت لك الكلام ده والحكم مثل علينا وراح ويبص وبتاع، يعني دي ما كانتش اول مره واتكررت تاني. تتخوف لو مباراه الاهلي وسان داونز ادارها سواء الذهاب او الاياب مملكه سيما او بكاري جسمه؟ في حكام في افريقيا يعني خلاص بقوا افضل سيئين السمعه، خلاص سيئين السمعه طبعا ومعروفين وتاريخهم واضح. وايضا يجب على الانديه المصريه الاهلي وغيره عندما تجد حكم من مثل هذه الحكام محطوط بس كده في سكتك، انت مش عايز حد يجاملك، انت عايز حكم فير، لازم فورا تعترض وتبعت وتتكلم وتقول لا ده ما يحكمنيش، لان انت مجربه قبل كده في امور عديده وامور كانت صعبه جدا. طيب انتقل بقى للحديث على البطوله المحليه. 13 مباراه، 13 انتصار، 39 نقطه. الاهلي كسر رقم الاهلي اللي كان قبل كده مع بروفرير، وقدر فايلر يكون في الترتيب في الرقم بعد مانويل جوزيه. لغه الارقام ومباراه طلائع الجيش ومباراه المصري، كيف تقيمها وشايف مشوار الاهلي في البطوله المحليه؟ متى يقدر الاهلي يكون حسم هذه البطوله؟ اي فرقه بتحسم البطوله لما يكون فارق النقاط اللي هي محققاه اكتر من عدد المباريات، من عدد المباريات اللي المنافس يقدر يحصله خلاص بالزبط. لما يبقى قبل كده ما اقدرش اقول لك، ولكن لما بيبقى الاهلي متاخر، يعني السنه اللي فاتت لما الناس طلعت قعدت وقالت الاهلي في الاخر والاهلي هيهبط، ويعني والسوشيال ميديا اشتغلت والتحفيل اشتغل وناس بتشجع وفي نفس الوقت ده كان ليا يعني حلقه مع الاستاذ عمرو اديب وقلت له الدوري للاهلي، فقال لي انت جايب الثقه دي منين؟ وبتكلم مع الاستاذ شريف عبد الله. طلع مش جايب الثقه دي من حاجه، بس انا طول ما فيه عدد من المباريات لسه ما لعبتهاش ولما تكسبها هتتحط في الحته دي، وطول الاهلي هيكسب الماتشات دي وهتحط في الحته دي، فبالتالي مفيش مشكله. فانت لما يبقى الاهلي متاخر 13 و14 و15 نقطه بتبقى في الاخر عنده عدد من المباريات اللي يقدر يوصله، بتبقى انت عارف ان هو هيقدر يكسب المباراه دي ويروح، ما بالك لما يكون الاهلي متقدم بعدد هذا النقاط، هل هيفرط فيهم؟ صعب. فبالتالي الاهلي ما زال هو المرشح الاول للمسابقه المحليه، ولكن يجب من خلال المسابقه المحليه انها ما تكونش الضاغط على الاهلي في البطوله الافريقيه. الاهلي في الفتره الاخيره معتاد على المسابقه المحليه، ظروفه كانت كويسة، ظروفه ما كانتش كويسة، مدرب عنده مشكلة، مدرب ماشي كويس، لعيبة ناقصة، لعيبة بتيجي البطولة المحلية. التحدي في البطولة الأفريقية، عشان كده ما يبقاش العائق المحلي هو المطب اللي يوقعك أو يعطلك في البطولة الأفريقية. فلازم يبقى عندك في الماتشات اللي جاية والماتشات اللي قبلها في مباريات مهمة جدا إنك تتعامل معها بنظام الذكاء والحصول على نقاط المباراه باقل مجهود، باقل مجهود طبعا، ومع اكبر روتيشن ممكن لراحه كل اللاعبين لانك هتحتاجهم كلهم. عندك مهمه من 20 فبراير لغايه 6 مارس طبعا. وانا محمد بنقول جمله دايما، الفريق ما اقفش على حد او الاهلي ما اقفش على حد. انا الكلمه دي بتعجبني، ولكن دايما بقول ان في لعيب الفريق بيقف عليه مع احترام. الناس تقول لك ايه مثلا؟ ممكن في لعبه تعمل فروقات طبعا، يقول لك اصل الاهلي بيكسب ورمضان صبحي هو يا عم. لا، بس في مباريات بتحتاج واحد زي رمضان يكون فورمه، في مباريات وليد سليمان بيسخن ويتصاب فتزعل، لان طبعا ده لو موجود بينزل يقلب لك الدنيا كلها. وليد سليمان لاعب من اللعيبه الكبيره جدا، حسام عاشور بخبرته بيتوظف، احمد فتحي بيلعب مباراه بيراميدز نمسك الخشب، مش ممكن. لا نمسك الخشب فين؟ انت جيت في حته مهمه جدا، احمد فتحي. خد بالك في بعض بيحاول يلعب في حتت هو ما يعرفش طبيعه الاهلي.